أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعاً بنسبة بلغت 35%، ليغلق عند مستوى 7716 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 67 مليون دينار. وجاء سهم شركة الصناعات الوطنية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 3.20%، ليغلق عند 226 فلساً. تلا سهم البنك الأهلي الكويتي بنسبة 2.69% عند 267 فلساً. أيضاً تلا سهم شركة التجارية العقارية بنسبة 2.26%، ليغلق عند 136 فلساً. بينما تصدر سهم الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 3.27%، ليغلق عند دينار و214 فلساً.